اولا تحيه للاخوان والاخوات اللي معنا في الصفحه. احنا الان متواجدين في الحي الاداري، كنشوفوا المعاناه ديال الناس اللي عانت مشكل ديال الامطار. ويعني ها احنا غادي ندخلوا عند واحد الشخص نسولوه. يعني السلام عليكم. شنو المشكل عندك هنا في شنو زعما الاشكال، شنو هي الخصائب اللي عندك في هذا المشكله؟ اخويا اللي كانت انت كتشوفها الحوايج دا هما كلشي على برا. الناس راه داك النهار اللي طاحت الشتا راه الناس كاينين في ديورهم، وانا والله العظيم الا على برا كنتي وانت كتشوف كلشي على عينيك. انت كتشوف الدار كامله بات تشقى كامله مشقوقه، عايش تشوف الناس تشوف بري الناس. انت شوف الحوايج، شوف انت شوف هاد الحاله هادي فاش عايشين هادي. شوف شوف هاد الكافيه انت هادا، شوف هاد الحالة باش عايشين، راه حوايجنا كلشي على برا. هانت شوف تكرفيت، هانت كلشي هادشي تيسيل، كلشي هادشي تيسيل، كلشي هادشي حنا لا حول ولا قوة إلا بالله. بغيت نسولك الوقيته فاش كان المشكل، ما جاش عندك لا قايد لا باشا لا جاو عندنا وقال لك اودي لا هادشي خصنا نديرو لكم، نديكم الأقسام لا نديرو. قلت لهم اودي تعاونوا معانا، عطيونا شي حل باش نديرو هادشي نغطيو على راسنا. بغيت غير نسولك نقطة أخرى، واش عندكم الحق تبنيو هنا ولا ما عندكمش؟ ولا عندكم مشكل ديال الرخص؟ واو الرخص عندنا مشكل ديال الرخص، وعندنا مشكل ديال القبيلة باقي ما صوبت هادشي. حنا ما هضرناش على هادشي، ولكن حنا بغينا غير نملسوا هادشي على حساب الدراري الصغار. يعني شي حاجة استثنائية يعني باش غير تستر هادشي. هكاك بغينا غير شي حاجة وسيلة باش غير حنا نبقاو مستورين بحالنا بحال الناس. وحتى نهار القبيلة تقاد داكشي ديالها جاب الله شي هي، داكشي حنا ما كنطلبوا والو، كنطلبوا غير نقادوا حنا هادشي. هاد الدار كامله راه جايه من النصره، النصره شحال تقريبا من سنه وانت ساكن هنا؟ راه 20 عام هادي وانا انت خويا شنو شحال من سنه تقريبا انت؟ انا سيدي 28 عام هادي. انتم هنا والناس 20 عام. 20 عام كيفاش هاد ديال الحي الاداري ديال المسؤولين تبنى وانتم ما تبناش عندكم؟ ما كانش زعما اللي عطاكم شي رخصه استثنائيه داز الضو كاع عليه وداز كلشي وداز. وحنا عييت عينا ما نمشيو، عينا ما نديرو كاع، ولكن ما كان اللي يهضر معنا ما كان اللي يسوج بنا كاع مع فهاد الشيء. ما كاناش شنو هو المشكل عندنا حنا في هاد الشيء؟ الناس هما تنشوف هي المدرسه راه واصلها الضو، هنا ما كاينش اشكال. قلتي اشكال ديال القبيله، واش ما عندكمش تنازل؟ ما عندكم يعني القبيله باقي ما قاداش الامور ديالها. حنا ما كنهضروش على داك الشيء، خلي القبيله حتى تقاد. راه ما يمكنش حنا غادي يديروا معنا شي حاجه اللي ماشي هي هذه. حنا اللي كنطلبوا دابا هو هكا، كتبغي تصاوب شي حاجه ما تيقبلوش ليك. حنا بغينا غير نرممو يعني على حساب الشتاء والعجاج. وهي ذاك النهار راه الشتاء والله القسم. واش انا هو البشر، انا هو البشر اللي كنقولوا الناس يا ربي تجيب الشتاء، وكنقول انا لا يا ربي ما تجيبهاش. علاش؟ حيت ما عندي فين تكون، انا ما عندي فين تكون. هذاك الناس راه ناعسين وانا الليل كامل وانا كنخرج في السطوله ديال الماء. الشقوقه انا نوريك الشقوقه، دخل دابا كاع شوف الشقوقه. راه حنا ما كنهضروش على اللي كاين، راه كلشي شافو. وجا سعاده القايد هنا ودخل وشاف تلك، شاف الدار من البلاصه من باتريب، ولكن ما لا. اشنو هو الحل؟ الحل هو يخلونا هاد الناس نرمموا، واللي اللي بغى يتعاونوا معنا ديال المعقول يتعاونوا معنا بالسيما، يتعاونوا معنا بالحديد، يتعاونوا معنا بشي حاجه اللي هي، ماشي يتعاونوا معنا بخنشه ديال الدقيق. انا ما قديتش على انا قاد نهز ولادي انا. حنا بغينا يعاونونا في هاد الشيء، ما فيش يعاونونا بخنشه ديال الدقيق ولا قالب ديال السكر. انا قاد على راسي هز ولادي يا سيدي، ما نقدرش انا. علاش يعاونوني انا في السيما؟ يعاونوك بشي رخصه، يعاونوك بشي حاجه. ومسؤولين انا كنهضر، انا هذا الشيء كنقولو هكا. انا ما كنبغيش خنشه ديال الدقيق، انا قاد نهز ولادي. عمرك مشيتي مشيتي شي اداره للقائد المجلس الجماعي العماله، مشيتو قلتو لهم بانكم بغيتو تزيدوا شي بناء هكا ولا بغيتو تزيدوا اصلاح ولا كشي؟ كان مشي وسيدي، كان مشي وتيقول لك اودي ممنوع ما تبني، ممنوع ترمم. ما فهمناش علاش. يعني بغينا نعرف غير ولو عندكم الدار مهدده بالسقوط وفيها شكون قال؟ شكون داها فيك؟ الله يهديك، شكون داها فيك؟ واحد راه ناعس في دارو وانت بايت برا، شكون هذا اللي غيديها فيك؟ ما كاين.